ربع نهائي مونديال 2022، مواجهة نارية بين المغرب والبرتغال يوم السبت المقبل. هيا لنبدأ. يواجه منتخب المغرب الذي حقق يوم الثلاثاء انتصارا تاريخيا على نظيره الإسباني على أرضية ستاد المدينة التعليمية بركلات الترجيح 3-0. أما المنتخب البرتغالي الذي فاز هو الآخر على المنتخب السويسري نتيجة عريضة 6-1 للمنتخب البرتغالي في ملعب بلوسيل، وسيصطدم أسود الأطلس في مباراة نارية من العيار الثقيل بالمنتخب البرتغالي في قمة كروية في 10 ديسمبر الجاري يوم السبت المقبل ضمن منافسات ربع النهائي كأس العالم 2022. سيحتضن استاد الثمامة على 4 مساء مقابلة الربع النهائي التي تجمع أسود الأطلس برفاق كريستيانو رونالدو، وهي المباراة رقم 60 في المونديال، بحيث يطمح من خلالها أبناء وليد الركراكي في كتابة مجد جديد في تاريخ صفحات تاريخ الكرة المغربية. منتخب المغربي بالعبور للنصف النهائي. تمكن المنتخب المغربي بعدما ضمن تأهله لدور الثمن النهائي تصدرا مجموعته 7 نقاط من تحقيق إنجاز تاريخي بفوزه على منتخب إسبانيا، أحد أقوى المنتخبات وأبرزها ترشحا لنيل لقب كأس العالم والعبور لربع نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي ينال هذا الشرف ولأول مرة في تاريخه، كما أصبح رابع منتخب إفريقي يصل لربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010. حسم المنتخب البرتغالي حلم التأهل لدور الربع النهائي بعدما قدم مباراة رائعة نجح من خلالها في الفوز على المنتخب السويسري بنتيجة عريضة بلغت 6 أهداف مقابل هدف واحد.